هروبة جميل، مبروك شكلك طبعا حابب تقولي، بس الاول قولي انت قلت يلا يا ابني خلاص ما تعملش اللقاء، مش عملت تقول يلا يا ابني مش هتعمل لقاء انت كمان. كهربا لابس سيرت رامي ربيعه، كهربا لابس سيرت رامي ربيعه، مبروك لك يا كهربا. تعالي تعالي ما تاكلش، مش هتاخد التيشيرت، مش هتاخد التيشيرت وتمشي. ايوه اوعى كان خليت التيشيرتين بتوعي والله، بس هما يعني حبايبي عادي ادهولك ده ب 10 جربت تقولي للعيبه الرجاله دي كلها غالي وتقولي للكابتن محمود الخطيب، شفنا لقطه كل اللعيبه بتلبس الميداليه لكابتن محمود الخطيب وانت كان ليك حضن كده جامد قوي مع الكابتن الخطيب، حابب تقول يا كهربا للعيبه الرجاله وعلى الكوتش كل السوبر. والله يمكن الحمد لله، يعني الحمد لله طبعا على كوتش السوبر طبعا للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي طبعا، يعني اللعيبه كلها رجاله ما شاء الله. يمكن احنا بقى لنا معسكر طويل مع بعض، يمكن اللعبة كلها اتعادت ان احنا ناخد السوبر، يعني ما شاء الله عليهم، بشكرهم كلهم على اداء النهارده والروح الجميله ديت، وبشكر اللعيبه اللي بره اللي سكور على الروح الجميله ديت اللي هم كانوا سهرانين قبل الماتش وبعد الماتش مع بعض، ويعني الحمد لله على جمهور النادي الاهلي طبعا بشكرهم ان هم جم سندونا النهارده، وبشكر طبعا كابتن خطيب طبعا يعني على دعمه الدائم ليا يعني وعلى طول معايا ومع الفريق كله يعني، ويمكن الحضن ده يعني عشان كنت بشكره على كان مديني اداني مكافاه اجاده يعني اليومين اللي فاتت دول بعد التمارين، عشان يعني الواحد كان بيتمرن كويس الحمد لله الفتره اللي فاتت كلها، فناداني بعد التمرين وكلمني فقال لي ليك عندي مكافاه اجاده، فبشكره جدا يعني عشان كده حضن حضن ده. الناس ما تعرفش وما شافتش الكهرباء الحقيقه في التدريبات، اداء وروح واخلاص، واضح ان كهربا مركز بشكل كبير جدا. الفرصه هتيجي كهربا، ربنا بيكرمك فيها، والفرصه جات لك النهارده، انت عملت واحده كده لو كانت جت كانت كسرت الدنيا. الحمد لله الحمد لله طبعا، يعني ده توفيق عند ربنا وكرم، والواحد بيتعب وبيجتهد وان شاء الله ربنا يكون معاه الفتره الجايه، والواحد طبعا يعني اي حد يلعب الواحد جاهز في اي وقت، الواحد في النادي الاهلي يعني النادي الاهلي كله يعني الواحد ما بيبصش لنفسه بس، النادي الاهلي كله نجوم، اللعيبه كلها النهارده خدنا السوبر، الفريق كله خد السوبر مش لعيب معين، يمكن الواحد مركز بشكل كويس، وان شاء الله الفتره الجايه يعني هيبقى احسن واحسن ان شاء الله، اول لما الفرصه تيجي الواحد هيمسك فيها، وان شاء الله يكون عند سكه الجمهور والواحد بيتمرن. احنا مستنيينك كل ده والله، انت عملت لي يلا امشي وانا بتكلم. طب شوف الدنيا لفت لفت اخويا يا رب، مش هديك التيشيرت. مبروك يا كابتن، الله يبارك فيك يا